That is khidma. وإن كنا في داخلين في عام جديد ودائما في البدايات في بداية العام الجديد ودائما في بداية أي مرحلة في حياتنا دائما بنقف كده مع نفسنا ونقول لربنا يا رب أنت عايز تقول إيه في حياتنا عايز تقودنا إزاي فعايزين نشوف يشوع سفر يشوع بيقول لنا إيه في الأمر ده في يشوع ثلاثة أصحاح ثلاثة وعدد خمسة هقرأ آية واحدة بس وبعد كده هنكمل في سبع رسائل الله عايز يتكلم فيهم النهاردة ليك بشكل شخصي ولينا ككنيسة يبقى الرسالة النهاردة اللي الرب عايز يوصلها لنا النهاردة سبع رسائل الله عايز يقولهم لنا النهاردة في بداية سنة جديدة في بداية مرحلة جديدة في حياتنا في بداية الوقت اللي احنا هننقل فيه في حياتنا الروحية مع الله كأفراد خد الرسالة دي لقلبك لنفسك وهناخدها كلنا كعيلة في الكنيسة دي. خلونا نقرأ آية واحدة اللي هنقراها مع بعض وبعدين نبدأ تأملاتنا أصحاح 3 وعدد 5 بيقول وقال يشوع للشعب تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجب عايز أشارككم بحاجة قبل ما ندخل في الرسائل اللي احنا اتكلمنا عليها في من سنتين كده الرب كان بيدينا ككنيسة ان احنا قدام تحدي ككنيسة كجسد المسيح في هذا المكان وكل واحد فينا بيشعر ان هو جزء من هذا الجسد انا برجع تاني وافكركم بكلام اللي الله قاله لنا من سنتين لان في البعض منا بينجح في الاختبار في البعض بيسقط الله من سنتين اتكلم للكنيسة بوضوح اتكلم لينا بوضوح هنا في الكنيسة وانا متعود كل سنة قبل ما ادخل السنة كنت اصلي واخد كلام الرب يدهولي اشارككم به ودي كانت اول مرة اشارككم بكلام من الرب للكنيسة ان الله عايز يحفظ وحدة ومحبة الجسد الواحد في الكنيسة فأنا عايز أعيد أكرر تاني الكلام ده ده كان من سنتين الرب عايز يفكرنا تاني ويحط لنا تاني قدام عينينا واحنا داخلين السنة الجديدة دي مش معناه إن الكلام ده خدناه من سنتين ده بتاع كان 2015 مش بتاع الأيام أو 2016 يعني مش كلام ينفع لينا في الوقت ده لا أنا بفكركم بالكلام ده تاني لو إبليس حابب يضرب وحدة لو إبليس ضرب وحدة ومحبة الكنيسة هيعرف يضرب الكنيسة نفس الشيء ليك كفرد لو إبليس عرف يضرب وحدة بيتك وحدة كيانك وقعد يشكك فيك وقعد يحط فيك أفكار من الشك والاضطراب هتفشل فالله النهاردة عايز يحط قدام عينينا مرة تانية كأفراد وكعيلة عيلة الكنيسة حافظ على وحدة الجسد الواحد اعمل على انك تكون حريص على وحدة الجسد الواحد الكلام ده لو على مستوى بيتك اعمل كده ما تخليش اي حاجة تنزع او تكسر وحدة بيتك سواء بينك او ما بين زوجتك او بينك ما بين زوجك او بينكم ما بين ولادكم حافظوا على الجسد الواحد المسيح الرسالة اللي موجودة في وحدانية الثالوث الاب والابن والروح القدس هما مثال اللي احنا بنقوله ده وحدة ومحبة الثالوث متحدين ما ينفعش نفصلهم من بعض والله مدينا نفس الروح دي ككنيسة وكأفراد
تاني سنة الله ادانا كلام واتكلم لينا فيه لما قال لنا اهتموا بالجذور الإيمان بتاعكم. لما ادانا الآية اللي في إشعياء ويتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى مفوق. ساعتها قلنا ما تهتموش بالثمر. والرب قال لنا كده ككنيسة ما تهتموش ما تشغلوش بالكم بالثمر. الثمر هيجي هيجي. اللي محتاجين تهتموا بيه ككنيسة وكأفراد كل واحد في بيته انك تكون ليك جذور عميقة في علاقتك بربنا. برجع تاني وافكركم بالكلام ده. الكلام ده مش بس كان بتاع السنة اللي فاتت. ده برضو الله بيفكرنا بيه ونرجع تاني ناخده السنة الجديدة نقول يا رب ساعدني ان اهتم بجذور حياتي. عشان ايه؟ عشان ما يحصلش ايه؟ عشان ما يحصلش اي ريح تعليم يجي ياخدنا شمال او يمين. احنا بنعيش في بلد فيها عصير بتحصل صح؟ في بلادنا في الشرق الاوسط عمرنا ما شفنا لا عصير دي. ما مرش علينا ما فكرة العصير دي. لكن هنا شفنا او هنا بنشوف في البلد دي فكرة العصير دي. لما بيجي التورنيدو كل ما تكون الشجرة جذورها مؤثرة في الارض وقوية مهما كان التورنيدو مش بيعرف ايه يأثر فيها. لكن لما بتكون الشجرة ملهاش جذور اي شوية هوا بيجي يغدوها ويطرحوها ارضا. فالله بيرجع تاني ويفكرنا بجذورنا. فينا اللي بيشتغل وبيسمع وبيعمل بالكلام ده وفينا اللي بيقول اهو الاسيس كل سنة بيقول لنا كلمتين وحلوين وزي الفل وخلاص وتمام. انا بقول بضمير صالح قدام الرب الله هيعيد بيعيد الرسالة من جديد. محبة وحدة الكنيسة بزورك وعلاقتك بربنا هما اللي هيفرقوا في حياتك وحياة الكنيسة. في حياتك كشخص وحياة بيتك كعيلة وحياة الكنيسة كعيلة أكبر وخدمة الكنيسة هنا تكون شخص كمسلم. لو بندور على الثمر لو بندور على النصرة زي ما كنا بنرنم ونقول غالبين منتصرين لازم تكون قدام عينينا النقط دي. عشان كده الله هيدينا النهاردة يعني الله برضو كلمني في سبع رسائل في سفر يشوع أصحاح 3 و4 و5. بسرعة مش هطول عليكم هقولهم بمنتهى الوضوح وبسرعة وهنروح لكلمة ربنا نخلي هي كلمة ربنا هي اللي تتكلم لينا. أول رسالة لازم ندخل بيها كشعب الله في السنة الجديدة زي ما عمل الشعب في الوقت ده. الشعب كانوا على وشك يدخلوا أرض الموعد بعد أكثر من 400 سنة غربة أكثر من 400 سنة عبودية في أرض مصر بعد عن أرض الموعد اللي الرب ادها لأبونا إبراهيم على مسافة قريبة جدا إنهم يمتلكوا الأرض. بس يعدوا الأردن يمتلكوا الأرض يبقوا في الأرض اللي الله وعد بيها أبوهم إبراهيم. لو أنت وأنا الله اتكلم ليك في حياتك لكلام بقاله سنين بيشتغل فيه ويكلمك فيه وحاسس انك على وع على مقربة قريب جدا انك تمتلك حاجات قوية الرب ادهالك في حياتك لازم ناخد اول رسالة دي بعين الاعتبار. الرب بيقول هنا لشعبه تقدسوا لان الرب يعمل غدا لأنه يعمل غدا في وسطكم عباد. يبقى فكرة القداسة مهمة جدا ليك كشخص. عايز الله يباركك وعايز تمتلك أراضي روحية جديدة في حياتك وعايز الله يستخدمك. أكيد كلنا عايزين كده صح؟ هل حد فينا مكتفي وعايز يقعد بس في حتة الروحية اللي قاعد فيها ومكتفي بيها؟ بالتأكيد لا. وإلا راجع حاجات كتير في حياتك. لو انت حابب القعدة في الحتة دي يعني هتبقى عامل زي الشعب اللي بيدور حوالين جبل
راجع لو انت مش عايز تاخد خطوات ايمانيه جديده. راجع علاقتك بربنا. اول حاجه فكره القداسه، والقداسه بالمعنى الاعتزال والانفصال والتخصيص للرب بالكامل. وده اللي كان يشوع عايز. الله قاله ليشوع، ويشوع قال للشعب علشان لما هيدخلوا الارض هيكون في اختلاط بشعوب اخرى، هيكون منتظرهم ناس من كل جنس، من كل لون، من كل ثقافه، من كل امه مستنياهم في الارض بيعبدوا آلهة غريبة. في ناس مستنياهم في الأرض الغريبة دي، وهيجاهدوا ويحاربوا معاهم. في منهم اللي هيستقوهم، وفي منهم اللي هيقتلوهم، وفي منهم الناس اللي هتقعد في الأرض، وفي منهم الناس اللي مش هتقعد. لكن الله كان عايز يبني أول أساس وأول رسالة لشعبه أنهم يفرزوا ويقدسوا ويتخصصوا، ما يكونوش بمعنى كلمة التقديس بمعنى ممنوع الاستخدام أو اللمس. لما أقول الإناء ده اللي كان بيحصل في سفر اللاويين. لو قلنا الأنية بتاعة الهيكل كانت بتقدس، فكان الإناء يقدس ويطهر ويتغسل ويخصص فقط للهيكل. ما كانوش ينفع ياخدوه معاهم البيت ويطبخوا فيه ويرجعوه تاني الهيكل. نو ده بتاع الهيكل، ده بتاع الرب فقط. اول رساله الله عايز يتكلم لينا بوضوح فيها النهارده، وانت داخل حياه جديده وارض جديده، مرحله جديده في حياتك، وعايز تنقل في حياتك وتاخد وتمتلك من الله. الله بيقول لك تقدسوا، كونوا قديسين لان اباكم ايه؟ قدوس. وانت لما هتتقدس هتشابه الهك لان هو قدوس. طبعا في اكتر من شاهد بيتكلم عن الفكره دي، فكره القداسه. لو رحنا لبطرس الأولى زي ما قلنا فكرة كونوا قدسين كما أباكم قدوس. بطرس الأولى وأصحاح واحد هقرا معاكم آيتين يقول لنا كأولاد، عدد 14 و 15 و 16: كأولاد الله لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. عايز تشابه صورة الله، عايز تكون فعلا مسيح حقيقي بيعيش حياة مسيحية حقيقية، كون قديس كما أباك كان قديس وكما كان الله. التصق بمصدر القداسة. أنت مش هتعرف تتقدس لوحدك، القداسة هتاخدها من التصاقك بمصدر القداسة، بقبولك للمسيح مخلص في حياتك، بتقديسك من خلال نعمة ودم يسوع المسيح على حياتك. بناخد ده مرة، زي ما في العبرانيين مثلا بيقول لنا على الفكرة دي، فكرة القداسة برضو في العبرانيين أصحاح 10 مثلا، شوف وعدد 10: فبهذه المشيئة نحن مقدسون. مقدسين ايه؟ بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. يعني انت القداسة هتاخدها من فين؟ من عمل المسيح على الصليب. لكن لازم تحافظ على القداسة دي في حياتك يوم بعد يوم. لازم تتطهر وتتنقى يوم بعد يوم. ما تسيبش خطية في حياتك ليها أصل وليها جزء. عارفين في يشوع 5، سوري، في يشوع 7 وعدد 13 في آية بتقول: قم قدس الشعب وقل تقدسوا للغد، لأنه هكذا قال رب إله إسرائيل:
في وسط الحرم يا إسرائيل. عارفين الآية دي كان قالها الرب لما إيه الشعب دخل أريحة أو دخل وبعد وهو داخل أريحة الله قال لهم ما تاخدوش أي حاجة من الأرض دي كل حاجة حرقوها في الأرض دي. ففي واحد من الشعب عمل إيه خب أو تمر فضة وذهب في الخيمة بتاعته وكان سبب كسرة وهزيمة شعب الله في الحرب باع أريحة. عشان كده الرب قال لهم في الآية دي قال شعقوم قدس الشعب اعزل من وسطيك كل ما هو نجس وكل ما هو غير مقدس وكل ما هو مش ليا موجود في الأرض في وسط شعبك. ده الله ضعي جهولنا النهاردة. أول رسالة هي تقدسه. لو أنت عايز الرب يعمل في وسطك وفي وسط بيتك وفي وسط حياتك وسط كنيستك عجائب أول رسالة الله يقولنا النهاردة هي القداسة. إنك تعزل وتفصل وتخصص نفسك للمسيح وتجدد القداسة دي يوم بعد يوم من خلال علاقتك وقربك بربنا وقت بعد يوم. الرسالة الثانية هنلاقيها في عدد احنا بنقرا دلوقتي في اصحاح 3 هنمشي في يشوع 3 و4 و5 السبع رسائل موجودين في 3 و4 و5 هناخدهم بتأمل بسيط كل رسالة بس يهمني ان تكون السبع رسائل بعناوينهم واضحين لينا علشان لو ما افتكرناش اي حاجه السنه دي واحنا داخلين السنه نفتكر الرساله اللي الرب عايز يتكلم لينا فيها كاشخاص وافراد. باول رساله كانت القداسه. تاني رساله لينا لما الرب قال لهم في عدد 3 اصحاح 3 وعدد 3 قال لهم وامروا الشعب قائلين عندما تروا تفوت عهد الرب الهكم والكهنه اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءكم. أربعة ولا يكون بينكم وبين ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه لأنكم لم تعبروا هذه الطريق من قبل. أنت داخل احنا بنقول الرب عايز يدخلنا على ارض جديده مرحله جديده في حياتك كشخص وككنيسه والرب بيقول لك انت مش عارف ايه اللي جاي مفيش حد فينا بيعرف المستقبل مفيش حد فينا عارف ايه اللي جاي كلنا منتظرين الرب نقول يا رب اتكلم لينا لان عبدك سامع انا عايز اعرف مشيئتك في الامر ده اتكلم لي يا رب اروح الشغل ده ولا مرفوض اروح الارض دي ولا اسافر المنطقه دي ولا ما اسافرش فيها. الرب النهارده زي ما كلمنا الاسبوع اللي فات دي تجديد للرساله بتاعت الاسبوع اللي فات الرب عايز يقول لنا من خلال الاجزاء اللي قريناها دي الرب قال لهم ايه لما تشوفوا التابوت بيتحرك هو ده التوقيت اللي تتحركوا فيه بمعنى اضبط توقيتك انت في التحرك وفي واخد الخطوات على توقيت الإله ما تستعجلش عشان كده حتى قال لهم ايه خلوا مسافة بينكم وما بين التابوت عشان ما حدش ياخد خطوات اسرع من ايه من التابوت ويقود الشعب في حتة تانية. يشوع كان عايزهم ينقادوا بالروح القدس ينقادوا من خلال قيادة الله ليهم وده الله عايز يتكلم لينا فيه لما تتحرك في حياتك لما تبدا تاخد خطوات في حياتك لما تحب تاخد خطوه جديده في حياتك اضبط التوقيت بتاعك مع توقيت مين مع توقيت الله لا تتحرك قبل ولا تتحرك بعد لا تتحرك بسرعه اكبر ولا بطيء طيب وخليك متاح للرب خليك مفتوح لان الله يقول لك في الوقت المناسب اتحرك او ما تتحركش. هقرا معاكم اجزاء بسيطه في سفر اعمال الرسل لشخصيه كانت سهله الله عارف يستخدمها كده ظابط توقيته واذنه على ربنا فالرب يقول له روح
فيمشي على طول. أصحاح 8 في أعمال الرسل بيقول لنا عن شخصية واحد اسمه فيلبس. فيلبس ده بيقول عنه إيه الكتاب في أصحاح 8 وعدد 26؟ بيقول ثم إن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا: قم اذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي البرية. عمل إيه؟ عمل إيه فيلبس؟ قام وذهب. فيلبس كان ظابط نفسه وظابط ودنه وظابط خطوات رجليه وسهل وبيطيع الله وعارف هو هيعمل ايه، ولما الرب قال له على طول قوم وروح ناحيه الجنوب على طول خد ايه الطريق اللي عايزه الرب بالظبط في حياته. ظابط نفسه على التوقيت الالهي، كمان ما عملش تعديل على خطه الله. دي نقطه ثانيه، ما تعملش تعديل على الله بيقولهولك. عارفين المثل السيء في الكتاب المقدس بتاع يونان؟ يونان مثل سيء لفكرة انك انت بتطيع الله وتمشي بحسب ما الله عايزه، الله عايزه منك بالظبط. ليه؟ لان هو عرف اللي الله عايزه، صح؟ لكن ما طاعوش وعمل تعديل عليه وقال ايه؟ انا بدل ما هروح هنا لينا وهروح ايه تفشيش، وعمل تعديل على خطه الله والله عرف يرجعه. يبقى تظبط تحركاتك في بدايه العام الجديد ده كفرد وكعيله ككنيسه. عايزين الله يدينا ان احنا نظبط خطواتنا وتحركاتنا وتصرفاتنا، وكل فعل هتعمله في العام الجديد ده في السنة الجديدة دي اظبطه على التوقيت الإلهي، على السرعة الإلهية، في الوقت المناسب، بالطريقة اللي الله عايز يقول لك عليها، اعملها زي ما الله عايزها بالظبط. ما تعملش تعديل على خطط الله في حياتك، سيب الله يتكلم ليك، اسمع كلمة الله وتحرك بيها من خلال عمل الله فيك. طبعا في نموذج تاني سيء بتاع لوط، كلنا الناس اللي بتدرس في سفر التكوين بقالنا فتره، الكتاب بيقول لوط عمل ايه؟ اختار لنفسه. ما تسيبش فرصه لنفسك انك تختار اختياراتك علشان هتنجح. لوط في نهايه حياته ما كسبش حاجه ولا حاجه، لا الارض اللي راحها ولا حتى عيلته. فما تديش فرصة لإبليس إنه ياخدك ويخلي القيادة بتاعتك تبقى قيادة بشرية تختار لنفسك. عشان كده يشوع قال لهم هنا إيه؟ في الوقت متى ترون؟ في الوقت عندما ترون تابوت عهد الرب، ده بس الوقت اللي تتحركوا فيه. وتخلوا مسافة بينكم وبين التابوت، لألا واحد ياخد خطوات اسرع من التابوت وياخد الشعب ويضلهم ويوديهم في حته مش هي دي اللي الله عايز يقودهم فيها. دي كانت تاني رساله. الرساله الاولى: قد تقدسوا، لان الرب صنع في وسطكم عجائب. الله بيتكلم عن قداستك الشخصيه وقداستنا كعيله ككنيسه عشان نمتلك وعشان يبقى الله يتكلم. تاني رساله، تالت رساله الله عايز يتكلم لينا فيها النهارده موجودة في عدد 9. احنا بنتكلم في عدد اصحاح 3 لغاية دلوقتي، يشوع 4 وعدد 9. هنمشي شوية في يشوع 4 وعدد 9. الشعب ابتدى يدخل، الله اتكلم للكهنة وقال لهم حطوا بطون اقدامكم في الارض، وحطوا اول ما ابتدى يحطوا بطون اقدامهم في الارض الشعب وقفوا هم في نص الاردن، والاردن كان ممتلئ على اخره والشعب مر. وبعد كده قال لهم ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نقراه. في عدد 9 يقول: ونصب يشوع 12 حجر في وسط الاردن تحت موقف ارجل الكهنه حامله تابوت العهد، وهي هناك الى هذا اليوم. ده يعني ايه؟ يشوع
وقفوا ال 12 خلى الكهنة وقفوا في نص الأردن بعد ما الشعب مر وعدى كله تقريبا خد حوالي 12 ساعة يمر في نهر الأردن أو فترة يعني كبيرة لكن بعد ما مروا في نفس المكان اللي كانوا واقفين فيه الكهنة قال لهم ايه اختاروا حجر يمثل كل صبت وهنعمل رجمة كبيرة أو هنعمل علامة كبيرة هنا نصب نصبة كبيرة أو علامة كبيرة في هذا المكان علشان إيه؟ إيه الهدف من الموضوع ده؟ ليه عمل كده؟ علشان قال لهم علشان لما كل ما حد يسمع ويشوف التذكار ده قال لهم في عدد سبعة فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدار. ثالث رسالة الله عايز يتكلم فيها لينا فيها النهاردة. لما الله يشتغل في حياتك ويديك أمر ويباركك اشهد عنه. ما تخبيش الشهادة. خلي مجد الله ظاهر في حياتك. خليه معلم ومعروف. خلي الناس تشاور عليك وتقول وتمجد الله في اللي انت بتعمله. خليك شهادة حية للمسيح واضحة في العام الجديد. أنا علشان أخد كل الرسائل مفيش حاجة تضيع مننا بسرعة همشي على الرسالة الرابعة لينا أو الثالثة لينا أسف الرابعة في عدد أصحاح 3 عدد 12 لغاية 16 بيقول لهم فانتخبوا 12 رجلا ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة عاملي تابوت الرب سيد الأرض كلها أن مياه الأرض تنفلق أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدا ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن والكهنة حاملي تابوت العهد أمام الشعب فعملوا كده ولما عملوا كده إيه في 16 وقفت المياه المنحدرة من فوق الرسالة الثالثة لينا أو الرابعة لينا الثالثة لينا أنه الله عايز يقول أن تخلي طاعتك الطاعة تتحدى الواقع إيمانك اللي بتؤمن بيه حتى لو ضد الواقع اللي بتعيش فيه حتى لو ضد قوانين الطبيعة وانت سامع كلمة من الله واضحة طيع اسمع خد خطوة اتحرك ما تخافش عمل كده إبراهيم صح؟ في العبرانيين قال عن إبراهيم إنه إيه؟ حتى وهو فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي يقول بالإيمان إبراهيم لما أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا تب يقول فخرج وهو لا يعلم أين إلى أين يأتي خلي طاعتك طاعة كاملة عشان تعرف تمتلك الأرض الجديدة لو الكهنة هنا قالوا لا الأردن مليان والشعب قالوا لا الأردن مليان إزاي ده عايز نعوم لا نعيش لو خدوا أي حاجة من الواقع اللي حواليهم وحطوها عصرة ما كانش هيعبروا الأردن ولا يعدوا الناحية الثانية. الله بيتكلم ليك النهاردة بيقول لك الطاعة تكون طاعة مقدسة حتى لو هي ضد الواقع اللي حواليك. بسرعة في الرسالة الرابعة لينا اللي الله عايز يتكلم لينا فيها النهاردة في يشوع 4 وعدد 11 ل 13 بيقول وكان لما انتهى كل الشعب من العبور انه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب خلوا بالكم من عدد 12 وعبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف منسى متجهزين امام بني اسرائيل كما كلمهم موسى
13 نحو 40 ألف متجرد للجند عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أريحا. الرسالة الرابعة اللي ما عايز نتكلم فينا ليها النهاردة لينا كأفراد وككنيسة. اتحد مع جسد المسيح. حارب حروبهم. حارب مع اخواتك. شوف اخ, شوف اخوك. لو شفت اخوك في ضيقه, شايفه في مشكله, روح اقف في جنبه, روح اقف معاه, حارب حرب مع, حارب معاه, صلي من اجله, اتحد معاه, قول له احنا, انا واقف معاك. والكلام ده حتى على مستوى العيله. شوف مراتك في ضيقه او تعبانه او مضغوطه, ما تقولش لنفسك انا فيا اللي مكفيني. لا, عدد 12 بيقول لنا ان بني رأوبين وجاد ونص السبط منسة عبروا مع الشعب. طب ليه انا بقول مهم ده؟ لان كان دول لازم, دول القرعه بتاعتهم يملكوا شرق الأردن, ما يملكوش غرب الأردن. رأوبين وجاد ونص منسة, لما ترجعوا للدراسة, موسى ويشوع ملكوهم, الله ملكهم في الأرض في شرق الأردن. ما كانش المفروض عليهم يروحوا غرب الأردن يمشوا مع الشعب ولا يحاربوا ولا يعملوا أي حاجة. لكن الله اتكلم لموسى من خلال موسى وقال لهم إيه؟ ما تستريحوش في الأرض ولا تملكوا الأرض إلا لما أخواتكم هم كمان يستريحوا في الأرض ويمتلكوا الأرض. روحوا حاربوا معاهم الأول, ساعدوهم هم كمان يملكوا الأرض, وبعدين ارجعوا امتلكوا انتوا الأرض اللي الله ادها لكم. الله بيتكلم لينا النهارده ولينا ولكل واحد فينا ولينا ككنيسة. بص على أخوك, بس مش تبص عليه وتقول له لابس ايه, واقف عامل ازاي, بيتكلم ليه كده, بيتصرف ليه كده. مش دي دعوة الله لينا, مش دي حياة المؤمنين, مش دي الناس اللي عايزة تمتلك الأرض. الله حط مبدأ هنا لشعب إسرائيل وقال لهم يا رأوبين, يا جاد, يا نص السبط منس, ما تحطش رجلك في الأرض اللي الله ادها لك وتستريح وتاكل من ثمر الأرض وتستريح واخواتك تعبانين. حارب معاهم الأول, وقف جنبيهم, وبعدين ارجع املك الأرض زيك زيهم. الله يدينا الروح دي, الله يملانا بالوحدة كجسد واحد, نقف مع بعض مش ضد بعض, نشجع بعض مش نهدم بعض. الكلام ده كأفراد وكعيلة. دي الرسالة الرابعة. عايز أجيب لكم دليل من العهد الجديد على نفس المبدأ الروحي ده. ده فكر الله ناحية الكنيسة, وفكر الله ناحية شعبه, وفكر الله ناحية ولاده. زي ما قال لي يشوع اعمل كده في العهد القديم, زي ما في سفر أعمال الرسل بنى الكنيسة الأولى بالطريقة دي. الكنيسة الأولى كانت كده, عارفين في سفر أعمال الرسل أصحاح 2 وعدد 42, شوفوا الكتاب بيقول عن الكنيسة الأولى. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات, وصار خوف في كل نفس, وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. لو الله عايزك يصنع بيك آيات وعجائب, عايز يصنع في حياتك آيات وعجائب, عايز يعمل نقلة جديدة في حياتك, شوف اللي جاي. وجميع الذين آمنوا كانوا معا, وكان كل شيء, وكان عندهم كل شيء مشترك. الأملاك والمقتنيات كانوا يبعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد حسب كل واحد احتياجه. وكانوا كل يوم يواظبون في الميكل بنفس واحدة, ويسهم يكسرون الخبز في البيوت, كانوا يتناولون الطعام بانتهاك
وبساطة القلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين رسالة الرب علينا النهارده إنه الله بيتكلم لوحدة وشعب الكنيسة، وكمان عايزك تكون بتحارب حروب إخواتك، تقف معاهم، تقف في صفهم مش ضدهم، تساعدهم، تشترك معاهم في ألمهم، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. زي ما حتى بولس كمان كان بيشكر الكنيسة لما كان بيبعتوا له تقدمة في وقت ما هو كان محتاج، ده معناه برضو انه كان الكنيسة بتشارك كجسد واحد، كان كل شيء بينهم مشترك. ودي الرسالة الرابعة. الرسالة الخامسة ان احنا الله عايز يدينا نصر على أعدائنا، وعايز يدينا نعمة مهابة. شوفوا في أصحاح 5 يشوع 5 بيقول لك: وعندما سمع جميع الملوك ملوك الأمورين الذين في عبر الأردن غرب الأردن وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه الأردن من أمام بني إسرائيل حتى عبرنا، عملت إيه؟ ذابت قلوبهم. حصل رعب لشعب كنعان، وطبعا تخيلوا أكتر من شعب كبير، حوالي 600,000 واحد عدوا من الأردن وأكتر، يعدوا في حدث كبير بيحصل في الأرض. في وقت ما الأردن كان ممتلئ على آخره في أيام الحصاد، وكان في صعوبة إن حد يعدي الأردن، ولا يعدي كل الكم ده من الناس. حصل إنه إيه في بلادنا لما بيحصل أي حدث تلاقي كل المناطق المحيطة إيه سمعت بيه. فلما سمعوا الأمورين الكنعانيين كل اللي الرب عمله مع الشعب ده، عمل إيه؟ الكتاب بيقول ذابت قلوبهم، حصل خوف ورعب على أعداء شعب الله من قبل حتى ما يحاربوهم، حتى من قبل ما يرحمهم. ده حتى خلف أصحاح 9 مجموعة من الناس اللي كانت عايشة في غرب الأردن دول اللي هم الجبعونيين، خلاهم عملوا إيه؟ تركة كده، عملوا خدعة كده على يشوع ورؤساء الشعب، وراحوا إيه؟ لبسوا لبس مقطع وقديم، وراحوا حطوا غطيان على الحمير بتاعتهم قديمة علشان يبانوا انهم جايين من مسافة ايه بعيدة. ده ليه؟ عشان ايه؟ عشان كانوا خايفين. فراحوا جم لرؤساء الشعب وقالوا لهم: احنا جايين من مكان بعيد وسمعنا ان الرب عملوا معاكم، فعايزين نعمل معاكم عهد انكم ما تيجوش، عهد سلام ما تبدوناش ولا تهلكونا. ولما الرؤساء الشعب عملوا كده اكتشفوا بعد شويه انهم لا، دول من الناس اللي عايشين في المناطق المحيطه، لانه حصل خوف ورعب على الشعوب دي. ده اللي الله عايز يقوله ليك النهارده، انت الله مديك النصره. عيش وانت عارف مقامك في المسيح، عيش وانت عارف قامتك كابن لله. أما الذين قبلوه عمل إيه؟ إدى العالم سلطان عليك، ولا إداك أنت سلطان أنك تصير أولاد الله، ابن الله كمؤمن ليه، كابن ليه؟ الله إداك سلطان، عيش وأنت مستخدم لسلطانك. دي الرسالة الخامسة، عشان ما أطولش عليكم. الرسالة السادسة وقبل الأخيرة، أصحاح 5 وعدد 2 و3: في ذلك الوقت قال الرب ليشوع: اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فختن بني إسرائيل ثانية. فصنع يشوع سكاكين من صوان وختن بني إسرائيل في تل القلب. عمل كده في جلجال يشوع، عمل ايه؟ عمل الشريعة لله اللي ادها لمين؟ لإبراهيم من أكثر من 400 سنة. قال له كل ذكر يختتن. حتى إبراهيم لما عمل كده ختن كل أهل بيته حتى المبتعين بفضة، يعني حتى الناس، حتى الناس اللي كانوا عبيد أو اللي اشتراهم عبيد لنفسه. ليه الله قال لإبراهيم كده من قبل أكثر من 400 سنة؟ وليه الله قال ليشوع قبل ما يدخل الأرض يعمل كده تاني؟
ليه؟ لأنه الله قال لي يشوع كده عشان كل الشعب اللي كان خرج من مصر مختتن مات هلك في البرية، ما فضلش غير يشوع وكان. فكل الشعب اللي اتولد في البرية ده كان غير مختتن. والاختتان ده الله عمله مع إبراهيم كعلامة، كعلامة تخصيص وإفراز شعب الله ده أن يكون شعب مميز عن باقي الشعوب اللي حواليه. فعشان كده الله أمر يشوع أنه يعمل ده تاني قبل ما يدخلوا الأرض علشان ما يبقوش إيه شبه الناس. يبقى في حاجة مميزة دايما تفكرهم أن أنت مختلف. ده الله عايز يقوله لينا النهارده في بداية السنة الجديدة. كن مختلف في وسط العالم اللي أنت عايش فيه. خلي قلبك يكون مختتن. وقلبك وحياتك تكون فعلا مختلفة عن الناس اللي حواليك. الله حطنا في العالم. قال كده في يوحنا 17: لست أسألك أن تأخذهم من العالم بل تحفظهم من الشرير. الله ما كانش عايز ياخدنا من العالم. مسيح حطنا أرسلنا حتى كحملان وسط ذئاب. لكن الله عايزنا نكون مختلفين. نعلن شهادة وإعلان ونقول للناس كلها أن احنا مختلفين. نكون في حياتنا وقلوبنا مختتنة ونكون مختلفين. مكرسين للرب. مكرسين للرب. آخر آية، آخر علامة ورسالة الله عايز يتكلم لنا فيها في أصحاح 5 وعدد من عدد 10 لعدد 12. عدد 10 ل 12 يقول: فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء في عربات أريحة. أكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم. في عدد 12 ايه اللي حصل؟ وانقطع المن في الغد عند اكلهم من غلة الارض، ولم يكن بعد لبني اسرائيل من من فاكلوا من محصول ارض كنعان في تلك السنة. الله عايز يدخل بيك الارض الجديدة، عايز يوديك في حتة جديدة روحية، عايز يخليك، عايز يقولك السنة الجديدة دي ويقول لنا احنا ككنيسة كفاياك، كفاياك تاكل يوم بيوم، كفاياك تبقى قاعد منتظر كل يوم بس اللي يكفيك على قد يومك. العلاقة دي زي ما قال عليها بطرس كده انهم يعني كأطفال تشتهون اللبن. سوري الأهل غلط، كأطفال تشتهون اللبن. الله عايز ياخدنا ويدخلنا أرض تفيض لبن وعسل ويقطع المن ده، يقطع اللي هو ايه الطفولة الروحية دي في حياتنا. الله عايز ياخدك أرض جديدة، أرض تفيض لبن وعسل. الله عايزك تخش في عمق وشركة جديدة في حياتك الجديدة في الأرض الجديدة مع الله. ما تعتمدش على طعام يوم بيوم ولا أكل ساعة بساعة ولا لحظة بلحظة. ما تبقاش قاعد عامل زي الطفل كده اللي لو يعني ما يعرفش يروح فين إلا لما أبوه ياخده ويوديه. اعتمد. الله عايزك تخش لمرحلة النضوج الروحي وانك تكبر في حياتك روحية مع الله. فكركم بسرعة الرسائل اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة. أول حاجة الله عايز يقدسنا عشان ندخل ونمتلك أرض جديدة. أمين؟ أمين؟ واضح. أمين؟ أمين؟
عايزين تدخلوا المجد الجديد في حياتكم، عايزين تنقلوا نقلة روحية في حياتكم. الله النهارده بيقول تقدسوا لأن الرب عامل في وسطكم غدا عجلا. الرسالة الثانية ما تتحركش إلا بتوقيت الله، في الميعاد اللي الله عايز تظبط توقيتك في توقيت الله. ما تعدلش على خطة الله في حياتك، ما تألفش، سيب الله هو الكودة، سيب الله في التوقيت المناسب يحطك في المكان المناسب عشان تكون فعلا مثمر، عشان تكون حياتك لها ثمر، عشان تنقل من الطفولة الروحية للحياة النضج الروحي والاستخدام الروحي. تاني حاجة، الطاعة الكاملة حتى في الظروف اللي حواليك، حتى لو الظروف اللي حواليك ما بتقولش كده، طيع الرب. حتى لو المنطق البشري ما بيقولش كده، طيع الرب وطيع صوت الله. خد خطوة إيمان في حياتك وخليك شجاع إيمانيا. اشهد عن عمل الله في حياتك وخليك دايما مصدر لمجد الله وشهادة لمجد الله دايما في الناس اللي حواليك. حافظ على وحدتك، وحدة الجسد الواحد، وخليك داعم لإخوانك، خليك جزء من مجموعة، من جماعة، دايما تكون مشجع لإخواتك، حارب حروب إخواتك، وقف جنب إخواتك، صلي من أجل إخواتك، صلي من أجل الناس اللي حواليك، دايما تكون مشجع للناس اللي حواليك. اتمتع بالنصرة من الله، ادت مهابة، الله ادى مهابة للدانيال، حط مهابة لدانيال، حتى لما حبوا يعملوا عليه خدعة أو حد بيعملوا عليه يصطادوه من حاجة، قالوا عنه الجمل اللي قالها اللي اتقالت عن المسيح، إنه لم يوجد ما فيهوش علة واحدة يمسكوا منها، ما فيش خطية واحدة بيعملها. الله مديك مهابة في عينين أعداء، استخدم سلطانك، عيش كابن لله، عيش كابن لله مستبدل، خليك مكرس بالكامل ومختلف عن الناس المحيطة بيك. عيش حياة الاختتان الروحي، خلي قلبك مختتن. أول ما عينك ولا قلبك ولا رجلك ولا فكرك ياخدك في حتة بعيد يقول له لا، أنا لي علامة مختلفة، أنا علي علامة مختلفة، أنا ابن لله مكرس لي بتاعه، ملياش في حياتي أي حياة تانية غير حياة الله. الرسالة الأخيرة اللي الله عايز يشجعنا بيها النهاردة، انقل، ما توقفش، كفاياك واقفة في الحتة دي. الله عايزك تنقل لأرض جديدة، والله عايزنا ككنيسة ننقل نقلة جديدة من الحياة الطفولية أو من الحياة الاعتمادية إلى حياة فيها نضج روحي، فيها قوة روحية. صموئيل وهو صغير ما كانش عارف يسمع، لما اتدرب وبقى شخص كده قوي يعرف يتدرب، راح وقف قدام شاول وقال له أنت مش عارف تسمع. والله دان بي شاول استخدمه علشان يوصل صوت الحق الدين لشاول الملك. أمين. رب يبارككم. نغمض عينينا لحظات وفكر في الرسائل اللي الله اتكلم بيها النهاردة. خدها لقلبك بتاعتك بشكل شخصي، وكمان خدها للكنيسة، للجسد اللي انت موجود فيه، وقول له يا رب انا عايز اتقدس، عايز اطيع، عايز اتكرس، عايز اكون بتاعك، عايز اظبط توقيتي على توقيتك، عايز امجدك، عايز انقل من حياه الطفوليه لحياه النضج الروحي. يا رب احنا بنشكرك وبنباركك في هذا الصباح، نشكرك من اجل عمل الصليب، نشكرك من اجل الفداء الابدي، نشكرك من اجل الروح القدس اللي انت ارسلته يكون داعم لينا يا رب، ومعزي ومرشد لينا يا رب. صلي يا رب انك انت تكون وصلت رسالتك لكل واحد فينا يا رب. صلي يا رب ان رسالتك اللي وصلت يا رب لكل واحد فينا، بما فيهم يا رب انا، احفظ كلمتك يا رب، اجعلنا عاملين
عاملين يا رب، سامعين عاملين بالكلمة يا رب، مش ما نخشش أنفسنا، لكن يدينا نكون فعلا سامعين خاضعين وعاملين بالكلمة. أنا بصلي في اسم الرب يسوع، آمين.